عشرة الظهر. وفي عناوينها: المحكمة الإدارية تقبل طعن المترشح للانتخابات الرئاسية منذر الزنيدي وترفض طعني المترشحين عبير موسي وبشير العواني، والتصريح غدا بمآل طعن المترشح عماد الدايمية. والأعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية مطلع الأسبوع القادم. نحو 9,700,000 ناخب مسجل، منهم 600,000 بالخارج، وتواصل عملية تحين التسجيل حتى 20 من شهر سبتمبر القادم. الاتفاق على الصيغة النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارة الحرة بين تونس وقطر، وفي النشرة فكرة على أبرز ملامح مشروع الاتفاقية. وفي العالم: عملية اجتياح مدن الضفة الغربية ومخيماتها تسفر عن استشهاد 17 فلسطينيا. إلى التفاصيل. مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. قضت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية المتعهدة في إطار الطور الثاني للتقاضي بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية 24 و2000 بقبول طعن المترشح منذر الزنيدي، وبالتالي عودته للسباق الرئاسي، ورفض طعن كل من عبير موسي من ناحية الأصل والمترشح البشير العواني شكلاً. وقضت الدوائر الاستئنافية بالتمديد في تاريخ التصريح بالحكم في الطعن الذي قدمه المترشح للانتخابات الرئاسية عماد الدايمي، وفق ما أفاد به للأخبار الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوغرة. طرحت الجلسة العامة القضائية المحكمة الإدارية بتاريخ اليوم بمآلية الأربع قضايا المنشورة لديها في إطار نزاع الترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2024. بالنسبة للقضية الأولى المتعلقة بالرغبة في ترشح السيد عبير موسي، قضت الجلسة العامة برفض الطعن أصلا. بالنسبة للقضية الثانية المتعلقة بالسيد بشير العويني، قضت برفض الطعن شكلا. القضية الثالثة المتعلقة بالسيد عماد الدايمي، قضت بالتمديد في أجل تصريح المفاوضة إلى تاريخ يوم غد الجمعة 30 أوت، وذلك لإجراء عمل تحضيري يتمثل في طلب وثائق من الهيئة الانتخابات. بالنسبة لقضية عقب السيد منذر الزنيدي، قضت بقبول طعني شكلا وأصلا وإلغاء قرار الهيئة المنتقد والقضاء بقبول مطلب ترشح المعني بالأمر للانتخابات سنة 2024. وفي تعليقه على أحكام المحكمة الإدارية الصادرة اليوم، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن مجلس الهيئة سيطلع على حيثيات هذه الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية والأحكام التي ستصدر عن القضاء العدلي بخصوص تدليس التزكيات، لتعلن إثر ذلك عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين، وذلك مبدئيا في مطلع الأسبوع القادم. طبعا كما تعلمون مجلس الهيئة سوف يقوم بالاطلاع على هذه الأحكام، على حيثية الأحكام، على تعليل الأحكام، وسوف نتخذ القرار حول طبعا الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين أخذا بعين الاعتبار النصوص التي صدرت عن المحكمة الإدارية، وأيضا أخذا بعين الاعتبار أحكام جزائية صادرة في المادة العدلية بخصوص تدليس التزكيات. مجلس الهيئة هو الجهة الدستورية الوحيدة التي ائتمنها الدستور على ضمان سلامة المسار الانتخابي، ومجلس الهيئة سوف يقرر بناء على كل ذلك إن شاء الله في اجتماع الذي سيحدد القائمة النهائية للمترشحين المقبولين بخوض غمار الانتخابات الرئاسية. هيئة الانتخابات سوف تطلع لا فقط على المنطوق، سوف نطلع على التحيث وعلى التعليل، وسوف نطلع على أحكام أخرى صادرة عن القضاء العدلي، وسوف نأخذ قرارنا الذي سوف يكون متطابقا للقانون والدستور. وأفضت عملية تحين التسجيل في الانتخابات الرئاسية التي ستستمر حتى 20 سبتمبر القادم إلى تسجيل قرابة 9,700,000 ناخب، منهم 600,000 بالخارج، وفق ما صرح به لإذاعة المنستير المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات رضا المساوي، مشيرا إلى أن الهيئة وضعت آليات جديدة لتسجيل الناخبين في الخارج.
في الخارج الجديد اللي عملناه شنو؟ احنا التسجيل الآلي عملناه كل بأرقام بطاقات تعريف لحد الآن. في الخارج قمنا بتدقيق ووضعنا آليات ربط الناخب بعنوانه حسب جواز السفر، وتمكنا من التسجيل آليا للجيل الثالث، وصلنا نحكيه توا حتى الجيل الرابع، قرابة 230 ألف تونسي بالضبط مواطن كانت عنده باسبور ما غير بطاقة التعريف، ما عندوش بطاقة تعريف، عنده كان باسبور. جماعة الجيل الثالث في الخارج شباب، فهمت شكون عارس وجاب صغار، نعم. هذوما عندهم لازم حس المواطنة وعندهم حس المواطنة ولازم يمارسوا مواطنتهم ويتمتعوا بحقوقهم كمواطنين تونسيين. قمنا بتسجيلهم وذلك قفز بعدد المسجلين في الخارج من قرابة أقل من 400 ألف لأكثر من 600 ألف ناخب في الخارج، وفي تونس 9 ملايين و100 ألف مسجلين. وأوضح المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات رضا المساوي أنه تم تجاوز عدد من الإشكاليات بخصوص مراكز الاقتراع بالخارج. الانتخابات بالخارج فيها زوج اشكاليات. الاشكاليه الاولانيه كانت عدنا انه المواطن يبدا مش مسجل، هذه تجاوزناها، سجلنا الناس الكل حتى اللي عنده باسبور فيش بطاقه تعريف. كما كنت توا نورمالمون كل من عنده باسبور بطاقه التعريف باسبور ما غير بطاقه التعريف الكل مسجل، يعني ما ثماش حتى مواطن عنده وثيقه هويه نهار تجي باش ينتخب عنده اي وثيقه هويه يدخل ينتخب. الاشكاليه الثانيه تجاوزناها توا الناس الكل مسجل. الاشكاليه الثانيه انه يجي يقول لك باه انا مسجلني في فرنسا، انا راني وليت في روما ولا راني وقتها مشيت لروما توا راني نقل، ولا انا بعيد عليا المركز هذيا، انا مسجلني حكايه 150 كيلومتر 100 كيلومتر وانا بجنبي 21 كيلومتر 15 كيلومتر. عملنا اليه انه صوت اينما شاء، اي مركز اقتراع يعرضك ادخل صوت، يعني ما ثمش حتى وصلنا توا باش نعملوا حتى بالاليه هذه، لانك انت تمشي لاي مركز اقتراع يثبتوا في الهويه نتاعك في الدخول للمركز يشوفوك صوتت ولا ما صوتش تدخل تصوت، بطريقه انه وصلنا باش نعملوا لو كونسيبت نتاع مراكز اقتراع زيرو وان سكرين. في الخارج شبكه المراكز 300 قرابه تونس 350 مركز اقتراع. توصلت تونس إلى صيغة نهائية حول اتفاق شراكة اقتصادية وتجارة حرة مع قطر، وذلك بعد جولة ثانية من المفاوضات جرت خلال اليومين الماضيين بتونس، وفق ما أعلنت وزارة التجارة موضحة أن هذه الاتفاقية خطوة إضافية نحو إرساء شراكة وتكامل اقتصادي شامل وإحداث نقلة نوعية في التعاون الثنائي بين البلدين. الخبير الاقتصادي شكيب بن مصطفى يوضح امتيازات هذه الاتفاقية، خاصة أن الميزان التجاري مع قطر سلبية، مؤكدا أهمية تعزيزها على مستوى الاستثمار. الامتياز لتونس هو اللي السوق القطري سوق عالمي، بلدان متاع عالم الكل موجودين فيه، تولي فما سوق حرة يوليو عنا إمكانيات باش نزيدو ندخلو خير في السوق متاعهم، ولذا اتفاقية كما هذه نجم تعاوننا بالكدا في كل ما هو صناعات غذائية. عنا تبادلات لبس بها مع قطر، مالوريزمون الميزان التجاري سلبي، 12 مليون دولار في 21، 3 مليون دولار في 22، وطلع حتى لل 25 مليون دولار سنة 23. شنو قاعدين نجيبو من قطر؟ الأمونياك 17 مليون دولار نستعملوه للصناعة الكيميائية متاعنا، نجيبو زادة كل ما هو ألومنيوم، نجيبو زادة بوليتينات كل ما هو مادات كيميائية. المنتوج الأول اللي نبيعو لها فيوغيوغ دالومنيوم، نبيعو لها زادة ديزاكسيسوار بالألومنيوم في المرتبة الثانية، ومن بعد نلقاو خاصة مواد غذائية كيما الدقلة كيما الحوت، عندنا الدوراد عندنا القاروس مربين ونلقاو الغلة زادة. ذلك علاش هالاتفاق هذايا مهم، إن شاء الله يولي تجاري وللاستثمارات زادة كيف كيف. أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الفريب بالجملة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة صاحب المعلاوي خلال تدخله في برنامج المشهد الآن، أكد أن قطاع الفريب يعد من القطاعات الهامة التي تساهم في تحريك الدورة الاقتصادية وتوفير مواطن شغل لأكثر من 200 ألف من طالب الشغل، من بينها 8 آلاف من أصحاب الشهائد العليا. نحن على مستوى الغرفة الوطنية عملنا على إصلاح القوانين وحضرنا مشروع قانون اللي هزيناه اللجنة التشريعات في مجلس النواب وبعثنا منه حتى لرئاسة الجمهورية. القانون هذايا نحبه نهيكله قطاع، تعرف اللي قطاع الفريب متواجد لعشرات سنين، ممكن أكثر من 70 سنة موجود في التراب التونسي، قطاع جد هام يدخل في الدورة الاقتصادية، قطاع يشتغل في طاقة تشغيلية كبيرة ياسر، يشتغل في أكثر من 200 ألف يد عاملة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، فيهم 8000
أصحاب شهادة العليا قطاع يستنفعوا منه الطبقة الضعيفة أو الفقيرة، الطبقة المتوسطة وحتى الطبقة الميسورة. الإحصائيات اللي صارت 2022 تثبت أنه الاستيراد قرابة 236 مليون دينار، وكان التصدير قرابة 180 مليون دينار. القيمة هذه قيمة جد هامة، 30% يمشي للسوق المحلية يتباع للتجار الجملة واللي من دورهم يبيعوا للتجار التفصيل وبيعوا الأسواق والمحلات. أيضا 30% يقع تصديرها، احنا نجيبه من أوروبا باش يكون تصدير خاصة للدول الإفريقية. أيضا 20% يمشي ديشي. رئيس الغرفة الوطنية لتجار الإفريق الصاحبي المعلاوي أضاف أيضا أنه تم إعداد مشروع قانون وعرضه على لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب. قطاع الفريق قطاع جد هام، تشرف عليه 5 وزارات. نحن قلنا القطاع هذا عنده قوانين تكبيلية، قوانين قديمة أكل عليها الدار، حان الوقت أن نحبهم بدلوا قوانين باش تخدم أهل المهنة بدرجة أولى، تخدم المواطن التونسي المستهلك أيضا. خاطر إذا أهل المهنة ميخدموش بأريحية، السلعة أكيد مش توصل غالية، توصل بطريقة صعيبة برشا للمواطن التونسي. حبينا يتصلح القطاع هذا، ونحبوا القطاع هذا ما عادش نسمعوا عليه قطاع مهمش، نحبوا ننظموه بقوانين، من بينها قانون 95 اللي يمنع الجملة بين الولايات، أيضا قوانين كما قوانين اللي تمنع تجارة التفصيل من تعاطي نشاطه أو من الحصول على بطاقة مهنية أو بطاقة منتفعة وهو مجهول المصدر. استعدادا للعودة الجامعية المقبلة، أكد المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للجنوب ذاكر الربيعي في تصريح لبرنامج يوم سعيد بالإذاعة الوطنية أنه سيتم خلال السنة الجامعية القادمة توفير حوالي 18 ألف سرير، منهم 12500 بالمبيتات العمومية، بالإضافة إلى تهيئة 4 مطاعم جامعية. إن شاء الله سنة حسب التوجيه اللي تم للطلبة باش يكون الطلبة اللي توجهوا الجدد في حدود 20,000 طالب للجنوب، وهم اللي إن شاء الله باش حسب التوقعات عددنا بالنسبة للسكن الجاي حوالي طاقة استيعاب بالنسبة للأسرة في الجنوب باش تكون في حدود 18,000 سرير، منها 12,500 سرير في مبيتات عمومية. وكما كل عام ديوان الخدمة الجامعية للجنوب يقوم بصفق لاقتناء أسرة من المبيتات الخاصة للاستجابة لطلب السكن في حدود 5,500 سرير ان شاء الله. 18,000 سرير هذوما باش يمكنونا باش نوفروا السكن لمستحقنا، معناتها قمنا باشغال تهيئه شملت العديد من المطاعم بالجنوب، معناتها فما 4 مطاعم في الساق حصلت فيهم اشغال تهيئه. نشره الاخبار متواصله على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. وفي تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية، استشهد اليوم 28 فلسطينيا على الأقل، معظمهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون في أنحاء متفرقة من قطاع غزة الذي يشهد قصفا جويا وبريا وبحريا عنيفا لليوم 28 بعد 123 على التوالي. وتركز القصف على مدن غزة وخان يونس ودير البلح ورفح. ووفق وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني إلى 40,602 من الشهداء و93,855 مصابا منذ 7 من أكتوبر الماضي. وفي الضفة الغربية، يواصل جيش الاحتلال لليوم الثاني على التوالي عملياته العسكرية الواسعة في جنين وطول كرم وتوباس ومخيمات اللاجئين فيها، ما أدى إلى ارتقاء 17 فلسطينيا بينهم قائد كتيبة طول كرم التابعة لسرايا القدس محمد جابر أبو شجاع. وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال انسحب من مخيم الفارعة في توباس مخلفا دمارا واسعا، فيما تتواصل المواجهة عنيفة بين عناصر المقاومة وقوات العدو الصهيونية في جنين. وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فقد اعتقل جيش الاحتلال في إطار عملياته العسكرية شمال الضفة 45 فلسطينيا على الأقل. سياسيا، اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني عدوان الاحتلال الإسرائيلي الواسع على الضفة الغربية انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني والقيم والأخلاق الإنسانية. وأضاف المجلس الوطني في بيان له اليوم أن هذه الحرب العدوانية تساهم في زيادة التوتر وتأجيج الأوضاع وتقضي على أي فرصة لتحقيق السلام العادل والدائم.
ودعا المجلس الوطني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتدخل الفوري لوقف العدوان وحرب الإبادة والتطهير العرقي داخل الأراضي الفلسطينية. بدوره أدن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة العمليات العسكرية، ودعا إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها ذات الصلة بموجب القانون الإنساني الدولي واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين وضمان سلامتهم. على صعيد آخر، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية إن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلية إسرائيل كاتس بشأن التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية غير مقبولة على الإطلاق. وذكر بوريل أنه نقل إلى دول الاتحاد الأوروبي مقترحا بإدراج الوزراء الإسرائيليين المسؤولين عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين في نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي. بهذا الخبر نصل مستمعينا وإياكم لنهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. المحكمة الإدارية تقبل طعن المترشحين للانتخابات الرئاسية منذر الزنايدي وترفض طعني المترشحين عبير موسي وبشير العواني، والتصريح غدا بمآل طعن المترشح عماد الديني، والأعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية مطلع الأسبوع القادم. نحو 9,700,000 ناخب مسجل، منهم 600,000 بالخارج، وتواصل عملية تحين التسجيل حتى 20 من شهر سبتمبر القادم. الاتفاق على الصيغة النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارة الحرة بين تونس وقطر، وفي النشرة قدمنا فكرة على أبرز ملامح مشروع الاتفاقية. وعملية اجتياح مدن الضفة الغربية ومخيماتها تسفر عن استشهاد 17 فلسطينيا. نهاية النشرة، قدمتها لكم نعيمة سولي نجاحي، في أمان الله.